عندي الموز ب 137,000، عندنا البرتقال كاينه المويانات 13,500 كيلو ونص ب 20، ونملاها 17,000. عندنا تمر ب 45,000، حاجه ممتازه. عرجون الفراوله خويا ما فهمناش في وقتها ويطالعها اليوم. ديمارات خويا بدمرونت، واليوم راهي بسيكون في رمضان، ربي يهديه هذو اللي راهم اياه. والتفاح يا اخي قلنا لكم فايز، قلت لك التفاح راهو زايد حبيبي، موش مو في الحاجه تاع المواطن، نورمالمون يجيبوا لامبورتاسيون قليل، زوج حبات طالقينهم عام 12، فهمتني؟ زوج حبات تفاح 12 راهم يسربيو، كون جا في الموسم تاعو يعني كيما فايز بيع نورمالمون هذا ربع 10,000 برك، واش ب 50,000. قدم لكم هذا البرنامج برعاية قهوة الصباح.